كابتن عمري كان ليه حته في قلبه كده للباسكت بالذات، كان دايما ورانا حتى في التمارين في الماتشات اي حته، يعني كان بيجي لنا حتى نهائي المرتبط ممكن يجي لنا اسماعيليه في القاهره في اي حته في اسكندريه دايما ورانا، حتى ماتشات اللي بره مصر. يمكن قبل وفاته بوقت قليل كان معانا رئيس بعثه في السوبر في البحرين ضد الزمالك، ويعني قبل الماتش قعد معانا وادانا يعني سبيتش، يعني اعتقد كان ليها دافع كبير ان احنا نكسب الماتش ده. عايز اقول ان هو يعني بجد اهلاوي بجد، تقريبا كان كل يوم في النادي من الصبح لغايه بالليل، اي وقت انت معدي دايما هتشوف كابتن عمري، ودايما كان فرحان، راجل محترم، كان محترم قوي وبيحترم، مع ان يعني هو كبير في السن بس دايما كان بيحترم الاصغر منه بكتير، كان بالنسبه لنا زي اب روحي للفرقه والفرع كله، ويعني كان ممكن الوفي او المخلص.